مهرجان المسرح المستقل الرابع تم إعلانه هذا العام كمهرجان للفنون المستقلة، سينما ومسرح وفن تشكيلي، وتم إهداء هذه الدورة إلى الرائد الكبير نجيب الريحاني. كاميرا ما وراء الستار كانت هناك. الفنون ليست طرفا بل وعي وتنمية وهوية، ده مش شعار لموسم الفنون المستقلة الأول المسرح الرابع، بل هو حقيقة منذ فنون الفراعنة الأجداد مرورا بكل العصور المسيحية والإسلامية وحتى الآن. اللي رفع قيمة مصر بين شعوب العالم هو الفن. التنمية لا تكون إلا بالفن والإبداع والثقافة والوعي، والثورة كان وراها فن. وفي كتاب هيصدر عن الموسم اسمه مسرح في ثورة وثورة في مسرح للأستاذ الدكتور محمد سمير الخطيب. تيار المسرح المستقل بدأ في مصر عام 89 كجناح ثان لطائر المسرح المصري، تيار موازي مش بديل، وحقق نجاحات وإضافات للمسرح في مصر وبره مصر. بدأ في ظروف صعبة وناس كافحت كتير واشتغلت على أسطح المنازل وتحت السلم وفي الحدائق وبفلوس من جيبهم. الناس دول معظمهم قاعدين دلوقتي، موجودين دلوقتي. النهاردة بنكرم بعض رموز تيار الفنون المستقلة اللي بدأوا زمان من الرواد وكمان الجيل الحالي. شيء جميل جدا ان المجتمع يحتفي بمثل هذه الفنون الراقية، يعني الفنانون المبدعون التشكيليون والمسرحيون كل مجالات الفن. نحن في حالة من البهجة وفي حالة من الفرح، واحنا سعداء جدا بمزيد من المعارض ومزيد من المهرجانات ومزيد من البهجة. نحن يعني كانت تنقصنا البهجة منذ فترة طويلة، نحن الآن مقدمون على أيام جديدة من البهجة والسعادة إن شاء الله. احنا من سنة 1989 واحنا موجودين بنكافح وبنشتغل في التيار المستقل في المسرح، وحصلتنا السينما، وطبعا الفنون التشكيلية هي بطبيعتها فن مستقل. الموسم بتاعنا بدأ من 2008 وكان موسم للمسرح بس. 2008 و2009 و2010 أسسته مؤسسة شباب الفنانين المستقلين وبعض فرق التيار المستقل، واتقدم الموسم الأول والثاني بدعم من مركز الهناجر للفنون، والثالث بدعم من قطاع الإنتاج الثقافي. السنة دي بقى وسعنا القاعدة وجعلنا المشاركة لكل الفنون. بدأنا من 3 أغسطس بعشر ليالي رمضانية ل 11 فرقة مختلفة ما بين موسيقى وغنى وأمسيات شعرية وفن شعبي وإنشاد ديني. أما المسرح فالسنة دي عندنا 36 فرقة مسرحية مستقلة من القاهرة والمحافظات، بتقدم كلها معظمها عروض جديدة وبعضها تم عرضه يوم أو يومين. الموسم بيتيح للفرق دي العرض بأجر ليلة مسرحية، والعروض السنة دي هتبقى في مركز الهناجر للفنون وفي ساحة روابط للفنون الأدائية وفي مكتبة الإسكندرية. ومن خلال لجنة محايدة سيتم اختيار 6 فرق مسرحية شابة لدعم إنتاج 6 مسرحيات قليلة التكاليف. والأول مرة في الموسم بنعمل ورش فنية لتطوير أدوات شباب المبدعين. عندنا السنة دي 6 ورش مختلفة، أولهم في التمثيل والإخراج المسرحي بإدارة أحمد مختار وهاني المتناوي، تانيهم ورشة في التأليف والحكي المسرحي إدارة عبير علي ورشا عبد المنعم،
وبعدين ورشة في حرفية السيناريو السينمائي محمد عبد الخالق وطارق سعيد، ورشة في المسرح الأسود وخيال الظل لمحمد فوزي، وورشة في السيناريو المسرحي السينغرافيا المسرحية إدارة أبو بكر شريف، وأخيرا ورشة لمسرح عرائس القفاز والأرجوز للأطفال لنبيل الصنباطي. الورش كلها مجانية للراغبين في المشاركة، وستعطى شهادات مشاركة بعدد ساعات العمل في هذه الورش. وبالمناسبة دي احنا السنة دي برضو فتحنا لأول مرة الباب لعروض مسرح الطفل ومسرح العرايس، وعندنا 4 عروض مسرحية موجهة لمسرح الطفل. السنة دي كمان أضفنا السينما المستقلة، والسينما عندنا في مصر المستقلة بدأت من حوالي 12 سنة وحصلت على العديد من الجوائز الدولية وكسرت نمط الإنتاج السائد التجاري. ومن خلال لجنة التحكيم برضو هيبقى في أسبوع، يعني اتقدم لنا دلوقتي حوالي 30 فيلم تقريبا، هيبقى في أسبوع لهذه الأفلام المستقلة في شهر نوفمبر، وسيتم اختيار 3 مخرجين لدعم إنتاج فيلمهم التالي كل واحد 20,000 جنيه. وطبعا الفنون التشكيلية كمان إضافة جديدة في الموسم. عندنا السنة دي 4 معارض تشكيلية مختلفة، أولهم اللي حضراتكم شفتوه دنيا الرحاني للفنان السكندري حمدي الكياني بمناسبة إهداء هذه الدورة لرائد الفنون العبقري نجيب الرحاني، وده برضو تقليد جديد هيستمر تكريما مننا لرموز في الفن والثقافة في بلدنا. المعرض الثاني بعنوان خطوط متقطعة بإدارة الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة، وهو معرض لشباب الفنانين المتميزين، وده هيقام هنا في مركز الهناجر للفنون من 24 أكتوبر لحد 1 نوفمبر، وسيعاد عرضه بمكتبة الإسكندرية من 7 أكتوبر إلى 10 أكتوبر. المعرض الرابع والأخير هو معرض فناني الجنوب، يحوي رؤى فناني محافظات جنوب مصر، إدارة وإشراف دكتور محمد عرابي، وسيقام بكلية الفنون الجميلة بالأقصر من 15 إلى 24 أكتوبر. كمان الموسم السنة دي بيصدر كتاب مهم جدا، هو مسرح في ثورة وثورة في مسرح، زي ما سلوى قالت بالظبط، وهي دراسة هامة ترصد فيها الظاهرة المسرحية في ثورة 25 يناير في ميدان التحرير وميادين الثورة، وكذلك نقد للمسرح السائد ودفعه إلى الثورة عن الأطر التقليدية في علاقته بالمؤسسات القائمة، والدعوة لمسرح حقيقي يلتحم بجمهوره ويعبر عنه. وإن شاء الله بكرة في روابط بوسط البلد من 5 لـ7 هنعمل حفل توقيع هذا الكتاب. أخيرا طبعا أحب أشكر جدا قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل لدعمه الكامل المالي والفني لهذا الموسم. موسم الفنون المستقلة الأول المسرحي الرابع هو موسم لفنون المستقلين في السينما والمستقلة والمسرح المستقل والفن التشكيلي، بالإضافة إلى ورش فنية لتنمية مهارات شباب الفنانين المستقلين في التأليف المسرحي والإخراج المسرحي والتمثيل المسرحي والسينوغرافيا وعرايس القفاز والعرايس بشكل عام وعدد من الفعاليات الأخرى هتبقى موجودة في روابط والهناجر ومكتبة الإسكندرية وقصر ثقافة الأقصر وكلية فنون جميلة الأقصر. الموسم هو امتداد لنشاط المسرح المستقل اللي بدأ سنة 89 وكان ليه دور كبير في التواجد و
تنمية المسرح المصري بشكل حقيقي، وهو تيار موازي لمسرح الدولة. والموسم ده مدعوم من قطاع الانتاج الثقافي بوزارة الثقافة، وبتقيم مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية، اللي بدأت بمواسم للمسرح المستقل من 2008 ثم 2009 و2010، توقفنا في فترة الثورة وبنعود بموسم أكثر اتساعا من المسرح المستقل إلى جميع الفنون المستقلة. الموسم بيضم 32 عرض مسرحي مستقل، بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى اللي أشرنا إليها. وكمان بيصدر عن الموسم كتاب مسرح في ثورة وثورة في مسرح للدكتور محمد سمير الخطيب، بيتكلم عن الأشكال المسرحية اللي كانت موجودة في 18 يوم الأولى في ميدان التحرير وميادين التحرير الأخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. هنبدأ النهاردة بافتتاح معرض فني تشكيلي للفنان السكندري حمدي الكيال، معرض عن عالم نجيب الريحاني، وبعد ذلك أغاني من أفلام نجيب الريحاني، ثم المكرمين، وده حاجة جديدة للموسم أن يكرم بعض رموز الفن المستقل. هنكرم النهاردة دكتورة نهاد صليحة، دكتورة هدى وصفي، الفنان خالد صالح، المخرج أحمد عبد الله السيد، واسم الراحل حازم شحاتة، واسم الراحل نجيب الريحاني. ده المعرض السادس لحياة نجيب الريحاني، وطبعا سعدت بالمهرجان الهناجر انه طلبني وطلب عرض المعرض، واضفت له برضو عدة لوحات جديدة. فكل سنة بنعمله بيضاف لوحات جديدة له، بتدي مواقف وحاجات خاصة بالريحاني الناس ما تعرفهاش. وطبعا الريحاني كان معروف انه اجتماعي وسياسي ووطني، واخر حاجة عرفتها عن الريحاني انه كان بينزل ليوزع منشوراته في سنة 19 في ريش كافيه كانت فيها مطبعة بوسطن قديمة كانت بتطبع المنشورات، وكان بيروح الريحاني في فترة الصراحة ياخد المنشورات ويوزعها في المسرح، وكانت الانجليز بتتعقبه، وكان في سلم سري داخل ريش كافيه ينزل الريحاني ياخد المنشورات ويطلع من السلم السري على الشارع الثاني وبدون الانجليز ما تشعر بيه. فكان انسان وطني وسياسي، وكان كل اللي شاغره تثقيف الأسرة المصرية في أفلامه وفي مسرحياته، بينقي ألفاظ مهذبة الأسرة بتلتزم بيها، الأولاد بيلتزموا بيه، خلاف الصورة الموجودة النهاردة مفيش تثقيف للأسرة. فكان راجل يعني إزاي نور العقول المصرية مش بيدمرها زي الصورة اللي احنا شايفينها النهاردة. فالريحاني قيمة فنية كبيرة لغاية النهاردة ما خدش حقه، والناس ما تعرفش كتير عنه، فكلام ممثل بس يعني كوميدي، رغم ان سعد زغلول عطاله لقب الهرم الرابع لمصر، ومكرم عبيد له عدة وزراء شاهدوا له، ويعني كانت مواقفه كبيرة أيام الملك، وحاولوا الإنجليز أن يعملوا وقيعة بينه وبين الملك فاروق. وكان صديق لعدد كبير من أندريا جيت الكاتب المسرحي الفرنسي اللي سماه مولير العرب. فالراجل ده أغلبية فنانين فرنسا الكوميديين جم ودرسوا حياته ازاي بيمثل بتلقائية
بدون ما يشعر الجمهور انه بيمثل، وعرضوا عليه كذا فكرة انه سافر فرنسا ويمثل هناك معاهم ويشتركوا معاه ويكونوا سعداء معاه، ولكنه مثل فيلم وحيد اللي هو ياقوت في باريس، مثله هناك في فرنسا، وليعد عدة مسرحيات مترجمة وعدة، طبعا حربوا كثير فنانين من المصريين زي جورج الأبيض وعزيز عيد، وكون فرقة يعني كان كل مصاريفه وكل دخله بينفقه على الفنانين اللي كانوا معاه، لأن كان عهد فيه الفن فقير مش غني، وكان بيصرف على مسرحياته واكسسواره كل ما يدخله، فلذلك مات فقير. مات وبعد كده باعوا الأساسات بالمزاد العلني حتى ما فيش واحد تدخل وحاول ان هو يحافظ على تراث الريحاني. فالريحاني قيمة فنية كبيرة لغاية النهاردة ما خدش حقه من المجتمع المصري ولا من الحكومة ولا من وزارة الثقافة. فكان أمل الملك فاروق قبل بعد ما مات الريحاني ان يقام تمثال له يتوضع داخل الأوبرا، انما للأسف نجد ان الأوبرا فيها تمثال لعبد الوهاب، وباب الشعرية تمثال لعبد الوهاب، والريحاني لم ياخد نصيبه من وجود التمثال له. فالريحاني الى الان المفروض الدولة تهتم بيه اكثر من كده، ومش مجرد يعني الهناجر احتفل بيه النهاردة، مفروض الاحتفال بيه على مستوى الحكومات انها تهتم بيه وتديله حقه اللي هو حر منه عدة سنوات. والريحاني اللي ما يعرفوش الناس ان هو تزوج من لوسي زوجة ألمانية غير بديعة مصابني، وأنجم منها جينا الريحاني وهي موجودة النهاردة في الافتتاح. فجينا الريحاني بتعيد وبتبذل مجهود عشان تعيد ذكرى أبوها، وبذلت مجهود أكتر من 30 سنة أو 40 سنة بتلف الدول وبتلف العالم عشان تعرض حياة أبوها وأفلام أبوها ومسرحيات أبوها. دي يعني فكرة بسيطة عن الريحاني. علامة من علامات الفن المصري على مر العصور، مخرج مسرحي وكاتب ومترجم ومخرج سينمائي ومدير فرقة مسرحية حرة، كشكش بيه، أبو حلموس، الأستاذ حمام، طبعا عارفين وانتوا اللي هتقولوا اسمه مش أنا، مين؟ فلتتفضل السيدة جينا الريحاني لتتكلم درع إهداء الدورة لروح. كنا كويسين غد سنة 2007، وبعد كده أنا استلمت الجائزة في مهرجان السينما، فالناس أول مرة عرفوا كده اللي عنده بنت، فأنا ما كنتش عارف الموضوع ده كبير قوي 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 كده، رغم أنا موجودة من 60 سنة هنا في مصر وبروح بيجي كده والناس عرفوني، بس الصحافة لا، عشان جوزي ما كانش عايز انا اكلم صحافه او اي حاجه حد غير هو يا كده. فده اللي حصل. فيعني مش انا بقول برضه، وبعد كده بعد ما عرفوا الناس اللي عنده بنت تعالى اتفرجي بقى كتبوا ايه وقالوا ايه عليا، مش ازعلوني يا جماعه، قبل ما تكتبوا حاجه اكدوا عن الموضوع ده ونشوفوا، مش تكتبوا شتايم شتايم شتايم، لا شوفوا انا مين وانا عايزه ايه وانا عملت ايه طول السنين اللي فاتوا. طيب انا خالص
بس دلوقتي الموضوع خلاص بقى. طيب خلاص ظهرت بنت الفنان الكبير نجيب الريحاني. ايوه وقت الظهور ده ليه؟ ليه؟ عشان زي ما بقول لك كده انا كان جوزي صعيدي واستنيت لغايه ما هو راح عند ربنا وبعد كده بقى طبعا شفت احاول اجيب حقه اجيب بابا حقه. طيب خطتك هتعملي ايه؟ هل في صور افلام وثائق؟ لا يعني حقه ازاي؟ انا حاولت اعمل زي بيت 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 مسرح نجيب الريحاني يعني من كله من معرض من المكتبه من مثلا مسرح من ورش كل حاجه يعني انشط عشان ايه؟ حاجه ناسس عشان بعدين عايزه تمثال تمثال محتاج ما فيش تمثال ازاي؟ عايزين جايزه كل سنه نجيب الريحاني على اسم نجيب الريحاني احسن احسن ممثل كوميدي او احسن مسرحيه كوميديه. عايزين كتب يعني في كتب كتير انا نجيب الريحاني اي نعم بس دلوقتي الاستاذ حمدي هو عشان هو صاحب بيتي خيري كان فهو بيكتب دلوقتي كتاب عن نجيب الريحاني الحقيقي. الكتب اللي قبل كده كويسين ما قلناش حاجه بس ما حدش كان عنده الماستر عشان يكتب حاجه عن نجيب الريحاني. وطبعا في ما تنسيش في الفيلم بتاع الدكتور كامل الايوبي نجيب في 60 ألف سلامه قصه حب بين بابا وماما وجينا انا فده برضه مهم يعني من الحاجات بس لسه في حاجات كتير لازم اعملهم. ال 80 انا بدور على النصوص بتاع 80 مسرحيه ما حدش يقدر يساعدني. في فيلمين ناقصين ما حدش عارف عنهم حاجه عمال يخبط هنا وهنا وهنا كده ازاي يعني كده ازاي الفيلم طلعه فين؟ فصعب جدا وما حدش بيساعدني وانا عايزه هنجيب كل حاجه بتاعنا يعني كل مثلا زي ما بقول لك كده يعني نصوص مسرحيه. عايز نعمل زي مكتبة معرض كده نجيب الريحاني عشان حاجة يستنى بعد 50 سنة بعد 100 سنة يعني أنا بص قدام أنا عامل خطة بتاعتي 200 سنة قدام زي بتاع أوروبا برضو كده لما يكون في فنان كبير قوي طبعا الناس بعد 100 سنة و200 سنة بيفكروا لسه أنا ناقد وكاتب مسرحي ساهم في وجود حركة نقدية حقيقية لتيار المسرح المستقل كافح من أجله كثيرا ذهب إلى جميع حواري وأزقة وقرى ونجوع مصر من أجل مسرح مصري في كل مكان اختطفه الموت وهو يؤدي عمله الشريف على مسرح بني سويف الراحل دكتور حازم شحاتة تتكلم درع التكريم شقيقته إكرام شحاتة فلتتفضل أنا سعيد جدا إن هيظهر الكتاب في مسرح المستقل في المؤتمر وفي المهرجان إن الكتاب أنا شايف إن هو بيمس حاجة حاضرة والواحد كان بيكتبه تحت ضغوط اللحظة اللي إحنا فيها خاصة بعد ثورة 25 يناير فالكتاب عنوانه مسرح في ثورة وثورة في مسرح. الكتاب ده بينقسم لجزئين
القسم الأول أو الجزء الأول منه بيتكلم فيه عن ما حدث في ميدان التحرير، وعندما فكر الشعب المصري تفكيرا مسرحيا تم انتصار الثورة، تم انتصار الثورة. فالكتاب الجزء الأول بيدور حول إيه؟ مشهدية ميدان التحرير، الجسد، المكان، السلطة. بنحاول نتناول فيه وجود الجسد الإنسان المصري في ميدان التحرير وفي في ميدان التحرير وهو المكان، وعلاقته بالسلطة أو نظام السابق. وإحنا بنقول بحاجة بسيطة جدا إن الثورة المصرية أو نجحت عندما تم مسرحة جديدة لميدان التحرير، بمعنى أنها تم إعادة إنتاج للزمان والمكان والإنسان في ميدان التحرير. بحاول قدر الامكان بنقول بنحاول نستغل بنطبق فيه المناهج النقديه الحديثه على قراءه ما حدث في ميدان التحرير. انا شايف ان اهميه الدراسه من وجهه نظر الشخصيه انا انها ازاي بتقول ان الجسد يوجد في مكان ويوجد في زمان، وعندما يكون عندما يفكر الجسد بطريقه ابداعيه او الانسان بطريقه ابداعيه يكون النجاح دائما حليفه. بالنسبه للجزء الثاني انا بحاول بنقد فيه ممارسات النظام النظام المسرحي في مصر، بالاضافه لحاجه في منتهى الامام من وجهه نظر ليه المشاريع الثقافيه لم تنجح او لم يكن لها مردود معرفي حقيقي في النظام السابق، مثل مشروع التجريب على سبيل المثال او اختيار بعض القيادات على سبيل المثال وهكذا. دي انا بتقول انها محاوله من الكتاب عايز اقول فيها ان احنا ازاي كيف نسقط اسقاطا بعد ثوره 25 يناير لو اسقاط النظام سياسيا او اسقاط النظام مسرحيا. صغر سنه إلا أنه يعد من رواد السينما المستقلة في مصر، أسس مع زملائه تيار جديد للسينما المصرية، رفع اسم مصر عاليا في العديد من المهرجانات الدولية وحصد العديد من الجوائز، صاحب هليوبوليس ومايكروفون، المخرج أحمد عبد الله السيد. وقدمت للمسرح المصري أعمال ساهمت في انتعاش وتقدمه، قادت حركة النقد والدعم على مستوياته للمسرح المستقل منذ نشأته وحتى الآن، كانت أحد أهم أسباب استمراره وقوته ووجوده. أنا بشكل شخصي لو ابتديت أتكلم عنها مش هبطل كلام لحد بكرة بعد بكرة السنة الجاية، هي أستاذتنا كلنا، علمتنا كلنا مسرح. انا شرفت انها درست لي، كانت بتدرس لي نقد فني. من الحاجات اللي علمتها لنا انه الناقد بيشوف الحلو قبل ما يشوف الوحش. الحبيبه الجميله الرائعه نهاد صلاح.
احنا دايما عندنا يعني بقالي 20 سنة بنقول يا جماعة في اجيال من النقاد مش واخدة حقها، لانه بتفتقر الى المنابر التي تعبر منها من خلالها عن الحساسية الجديدة وعن النقد الجديد. يعني المسرح زي ما المسرح المستقل بيكافح علشان يقف على رجليه ويستمر في الإبداع، كذلك في حوالين المسرح المستقل حركة من النقد المستقل المتميزة جدا، في أسماء جديرة بأنها تبقى موجودة على الساحة بحضور أكبر، يعني من خلال مجلة مسرحنا اللي بتصدرها هيئة قصور الثقافة، ومن خلال المعهد العالي للنقد الفني احنا خرجنا أجيال نقاد. يعني الكتاب اللي بيواكب المهرجان ده كتبه الدكتور محمد سمير الخطيب، ده تلميذي، أنا شرفت بالإشراف على الماجستير والدكتوراه بتاعته، وهو والأستاذ حاتم حافظ اللي في المعهد العالي للفنون المسرحية من أفضل شباب النقاد الموجودين. والحقيقة أنا بتمنى أنه بعد الثورة الأجيال دي، يعني إحنا خسرنا في 5 سبتمبر كوكبة من النقاد، أنا حازم شحاتة كان ابني وحبيبي وتلميذي، وأنا خسرتي في المجموعة اللي راحت كده في شربة مية زي ما بقولوا، كانت يعني مش قادرة أقولك، حسيت ان نص عمري، يعني ناس عارفة فرحانة بيهم ومنورين الدنيا حواليك، وبعدين فجأة تلاقي الدنيا طفت، الأنوار كلها طفت. فالحمد لله في أجيال تانية طالعة، وهم تلامذتهم وتلامذة حازم شحاتة وتلامذة الدكتور أبو بكر، يعني المجموعة اللي موجودة حاليا أنا مش عايزاهم، يعني كلهم وصلوا الأربعين سنة وما خدوش فرصهم، وما يعني حتى الآن في دكتور محمد سمير الخطيب مش عارفين، يعني الأكاديمية مش يعني ما عينتهوش مع إنه ابن الأكاديمية ومع إنه متميز ولو أبحاث وبيحضر مؤتمرات برا، وأنا مانيش فاهمة ليه. وإحنا طلبنا كذا مرة، طلبت أنا والمعهد العالي للنقد الفني ولا يعينوا هؤلاء، يعني إحنا ازاي لازم يبقى فيه اجيال؟ يعني الاكاديميه شاخت، اكاديميه الفنون في ناس، ايوه انا موجوده، لكن انا موجوده النهارده مش موجوده بكره، فلازم يبقى فيه اجيال تسلميهم الشعله، تديهم عشان هم اللي يقدروا يدرسوا ويحفظوا المستوى الاكاديمي الراقي اللي احنا يعني بنجاهد علشان ما ينهارش. فانا دي امنياتي انه الثوره تعمل حاجه، تعمل فرق بالنسبه لهؤلاء البشر. واحد من رموز التمثيل في مصر، ابن حركة المسرح المستقل، الممثل ذو الألف وجه، دي مش شتيمة، ده احنا نقصد ده حاجة كويسة، بس هو ذو ألف وجه فعلا، قدم العشرات من العروض المسرحية على هذه الخشبة وغيرها، النجم خالد صالح. الحمد لله رب العالمين، التكريم ده خاص جدا وانا فخور وسعيد بيه جدا جدا لاسباب كتير في الحقيقه. المكرمين المسرح المستقل دي حاجه عزيزه عليا جدا جدا، وطيار انا بحبه جدا جدا، والاستقلال هنا مش معني بس بالاستقلال المادي، انما استقلال الفكر والاحلام والطرح وكل حاجه. تاني سبب مكان التكريم هو مسرح المركز الهناجر للفنون، وده المكان اللي انا اتربيت فيه مسرحيا، واعتقد ان اي نجاح بحققه سواء سينما او تلفزيون في الحقيقة هو سبب الاساسي هو المسرح. السبب الثالث اللي يدعوني للفخر المكرمين اللي انا مكرم معاهم،
دكتورة هدى وصفي ودكتورة نهاد صليحة. دكتورة هدى في الحقيقة من الناس اللي لهم أفضال حقيقية علي أنا وإن كنت أمثل جيل، فهي لها أفضال على أجيال تخص المسرح، وهذا المكان كان مضيء جدا في سنوات بدايته، وإن شاء الله بإذن الله يرد في المرحلة اللي موجودة واللي جاية إقبال أكتر. السنة دي أنا فخور جدا إن القطاع مش الوحيد إنما من أهم القطاعات اللي عملت شغل السنة دي شغل كويس قوي هم الفنانين، والقاعدة الفنية في مصر قدمت منتج كتير جدا والناس قالت إيه الكمية دي كلها، فأنا بحيي وفخور بكل الزملاء والأساتذة اللي اشتغلوا السنة دي وعملوا لنا درامات متنوعة الحمد لله. نتكلم عن الدورة بتاعت المسرح المستقل الموسم بتاعه اللي بيتضمن ورش فنية، في عروض سينمائية وفي عروض مسرحية وفي فرق فنية بتقدم للمرة الأولى، والفرق القديمة المستقلة الموجودة والفرق اللي هي ما بين بين يعني ما بين قديمة وما بين فرق مستجدة. المهرجان السنة دي غالبا هنلاقي فيه مجموعة من العروض المتنوعة مختلفة المذاق، ما هيش كلها ما فيش تيمة محددة. أنا مش عايز أعلن عن نفسي، أنا يعني فرقة مشاركة في المهرجان، وفي فرق كتيرة جدا قديمة وحديثة زي ما أنا قلت. الاحتفال بنجيب الريحاني أنا رأيي أنه أو الإهداء الدورة للفنان نجيب الريحاني بما أنه من أهم رواد الكوميديا والتمثيل في تاريخ المسرح، فالاحتفاء به مش ما هوش يعني جاي نتيجة فكرة بسيطة، بل هو الناس فكرت كويس جدا علشان تهدي هذه الدورة إلى الفنان نجيب الريحاني. أتمنى أنه يعني يكون دورة ناجحة وكالعادة، لأنه المهرجان المستقل أثبت أنه بيقدم عروض متميزة، بيقدم عروض مختلفة، بيقدم عروض جادة. فنرجو أنه يعني يكون المستوى على نفس المستوى بتاع الأعوام اللي قبل كده، ونتمنى التوفيق.
الجديد انه السنة دي ما بقاش مجرد موسم مسرحي بس، ده موسم للفنون المستقلة كلها. يعني في عندنا سينما مستقلة، في عندنا فن تشكيلي، في بنصدر كتاب، في عاملين ورش فنية لتطوير أدوات وقدرات الفنانين الشباب، وفي معارض فنون تشكيلية، أربع معارض عندنا، وعندنا أسبوع للأفلام السينما المستقلة. يعني عندنا أنشطة كتيرة جدا جنب المسرح، فعشان كده احنا سميناه موسم الفنون المستقلة الأول المسرحي الرابع. الشباب في هذا المهرجان مكانهم ايه ومشاركتهم ازاي؟ الشباب هم اول هدف من اهدافنا. احنا كل فعاليات الموسم موجهة الى الشباب، سواء فرق مسرحية مستقلة، سواء افلام سينمائية تسجيلية او روائية، اعمال فنية تشكيلية، كمان الورش مفتوحة اصلا للشباب. يعني عاملين حتى ليميتس للسن عشان يدخل، يعني ما يعديش 30 سنة. فالفرص موجودة للشباب المبدعين ان هم ينضموا ويشاركوا في هذا الموسم بكل فعالياته. مبروك. نسيت اقول لك حاجة، الموسم ده كمان مستمر لحد 15 ديسمبر، يعني من 3 اغسطس ل 15 ديسمبر، 4 شهور ونص. الفن ليس طرفا بل وعي وتنمية وهوية، كان هذا شعار المهرجان الأول للفنون المستقلة والذي تم إهداؤه إلى الراحل الكبير نجيب الريحاني. شكرا لكم وإلى اللقاء.